في عام 2006 حدثت حادثة فارقة جدا. توقعت وجود سيول وكانت جاي يوم خميس، فخميس جمعة سبت عطلة نهاية أسبوع مطولة. فاتصلت على وكالة أحد الوكالات الأنباء وقلت لهم إنه غدا هناك سيول جارفة في منطقة البتراء والعقبة. ما بدت تنفهم القصة بشكل سلبي، لم يتم أخذ التنبيه لأنه أنا طفل صغير. هو مش كل حدا بيرن يعني. بالضبط، لو أنا اليوم بتصل علي الآن أنا واحد طفل صغير بقول لي إنه في مثلاً زلزال أو كذا، أنا مش هاخد على محمل الجد. صحيح. لكن المفاجأة كانت لي أنا أكثر، إنه في صباح اليوم التالي تم الإعلان عن وفيات عدة بسبب السيول. طب ما كان في تحذيرات من دائرة الأرصاد؟ كان ربما في تحذيرات، وكان الصدمة اللي أنا تلقيتها بأن المعلومة اللي أنا بتداولها واللي أنا بعتبرها كهواية هي قادرة على حماية أرواح، إنقاذ أرواح. بالضبط.